قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي مرة لم يبق من ذنوبه ذرة. قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلي المؤمن على محمد وآل محمد. قال مولانا الصادق عليه السلام: ما وضع شيء في الميزان يوم القيامة أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ويا منبع الأئمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا سيد الشهداء ويا غريب الغرباء، أيها المهتوك الخباء، ويا خامس أصحاب الكساء، يا من بكته الجن والإنس في الأرض والملائكة في السماء، أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك ومشهدك. يا ليتنا كنا معكم ونسير بنهجكم وننال شفاعتكم فنفوز والله فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين: ألا يا والدي، حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا؟ يا إن عسعس الليل ورى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، يا قم يا علي، فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذاء أجفانا، يا ماما وتنثني تارة أن تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا، يا ماذا تنادي زينب لأبيها أمير المؤمنين ولبني هاشم؟ قالت: وسادة وسادة يا ناعي، لو شفت شيعة وسادة يا اخبرهم بالجرع علينا، وسادة يا صاير مولاتي. قالت: وسادة يا آه حسين الرمل صاير له،
وسادة وسادة وثلاث أيام ظل على الوطي. وصلت إلى الحسين صاحت هديت حيلي يا كبير السادة يا أبو علي يا أخوي هديت حيلي يا كبير السادة يا خويا من شفتك مسوي التراب وساد أين اتجهت زينب يا مؤمنون؟ قالت وين الطارش اللي يقطع البيد وياخذ معصب وشكواي بيده يوصل للنجف هالليل اريده ويصيح بصوت بويا ويانك يا صميدي اش عندك يا زينب؟ قالت راح سينكم قطع وريد. يلي عندك حاجة ونحن في صحن مولانا أبي عبد الله منا وتنخ أمير المؤمنين. قالت بويا انت حلال المشاكل من تضيج وانت ما يبعد على حصانك طريق، انت حكم النار بيدك والحريج بالمخيم هاج ما طفيت بويا شغار عن سلمان وتعنيت احسين يمك ليش ما حضرت يا ما شت شت الظعن يا هو القال ما شت علي بويا وترضى الغرب للحرم يا بويا ما شت بويا انت الكم يتيم الدمع مشيت عجب ما نشف الدمعة رقية. بالله عليك أمير المؤمنين ما يجاوب ابنة الحوراء زينب هناك وإذا بها سمعت صوت أنا أبوك علي أنا اللي حاجيك يا زينب للحراسة جيتي ليك جيتك بهذا اللي الأحميك يا الله. أما بعد فقد ورد عن مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام أنه قال نحن حجة الله على عباده وأمنا فاطمة حجة الله علينا. صدق سيدنا ومولانا الإمام العسكري عليه السلام. آل بيت طهروا من دنس ولهم في الحشر أسمى درجات فإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. لبيان وشرح وتفصيل هذه الرواية العسكرية الشريفة نحتاج إلى بيان بعض المقدمات. هذه المقدمات لا شك ولا ريب هي من منطلق القرآن الكريم. المقدمة الأولى أيها الأحبة هو أنه مما لا شك فيه ولا عيب يعتريه بأن علم الإمام المعصوم يختلف عن علم سائر البشر. علمنا نحن علم بالدراسة، وأما علم الإمام المعصوم فهو علم بالوراثة. علمهم علم لدني، لدني يعني من لدى الله جل وعلا، وأما نحن علومنا اكتسابية نكتسبها من خلال الدراسة والمطالعة والمحاضرة وما شابه ذلك. الإمام زين العابدين عليه السلام أشار إلى ذلك في خطبته المعروفة عندما قال أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع. المعطي هو الله جل وعلا، المعطى هم آل البيت والمعطيات ستة. أول ما أشار إليه الإمام عليه السلام قال أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. فإذا العلم هو من معطيات الله تعالى لأهل البيت، إلا أنه الله تبارك وتعالى لما أعطى العلم لأهل البيت جعل لهم مصدرا في علومهم يأخذون العلوم من ذلك المصدر.
وذلك المصدر هو عبارة عن القرآن الكريم حسب رواياتنا. يوم من الأيام الإمام الصادق عليه السلام حاضر بين أصحابه فالتفت إليهم قال: أصحابي، إني أعلم ما في السماوات وأعلم ما في الأرض، إني أعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار، إني أعلم علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. الرواية تقول: فمكث الإمام ورأى أن ذلك ثقل على من سمعه منه. الحاضرين استغربوا كيف الإمام يدعي أنه عنده علم السماوات، عنده علم الأرض، عنده علم الجنة والنار، ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. لما رأى ذلك الإمام قال: أما إني أخذت ذلك من كتاب الله الذي فيه تبيان كل شيء. الإمام عليه السلام يقول: أنا أخذت هذه العلوم من كتاب الله الذي فيه تبيان كل شيء. الآن نريد نتعرف على هذه الكلمة، هل بالفعل القرآن الكريم فيه علوم السماوات وعلوم الأرض والجنة والنار وما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة؟ أنا أرشدكم أيها المؤمنون إلى بعض الآيات المباركة التي تدل على عظمة العلوم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه هدى ورحمة للمؤمنين. الغيبيات، دع عنك الشهود الذي يرى بالعين، الغيب الذي لا يرى بالعين في السماوات والأرض، هذا كله في القرآن الكريم. فإذا القرآن فيه علوم الغيب في السماوات وفي الأرض كذلك. الآية الثانية في القرآن الكريم التي تدل على عظمة العلوم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. القرآن الكريم يقول: علم البر والبحر السماء والأرض، حبة في ظلمات الأرض، ما من ورقة تسقط من شجرة إلا وعلمها في القرآن الكريم، جعله الله تبارك وتعالى في غيب القرآن. الآية الثالثة التي تدل على أن القرآن الكريم هو كله حق ولا تشوبه شائبة النقصان والعدم أبدا، والجهل هو من مصاديق العدم. القرآن الكريم هو كتاب كامل متكامل. بسم الله الرحمن الرحيم: إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والآية الرابعة: بسم الله الرحمن الرحيم، ونزلنا عليك الكتاب. يا رسول الله، هذا الكتاب القرآن الكريم، ما الذي فيه؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. القرآن الكريم يقول هو القرآن، هو الكتاب، هو تبيان لكل شيء أنزله على رسول الله. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فإذا القرآن الكريم كل هذه العلوم موجودة فيه. لذلك لا تستغرب لما الإمام الصادق عليه السلام يقول: أنا علمت ذلك من كتاب الله الذي فيه تبيان كل شيء. فإذا المصدر لعلوم أهل البيت عليهم السلام هو القرآن الكريم كما دلت عليه الروايات. الآن في المقدمة الثانية أو النقطة الثانية، نريد نستدل ونبين على أنه كيف أعطوا أهل البيت عليهم السلام العلوم القرآنية. هذا يمكن إثباته من القرآن؟ نعم، لكن هذا يحتاج إلى دقة وتوجه منكم أيها الأحبة. القرآن الكريم فيه قاعدة تفسيرية، وهذه القاعدة هي في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. القرآن الكريم يقول أصل كل شيء وأم كل شيء هو عند الله، عندنا خزائنه. إن من شيء، هذه الإن هي إن نافية، إن من شيء يعني ما من شيء إلا عندنا خزائنه. هذا الإلا والاستثناء الذي ورد على النفي يحول الآية إلى الإيجاب، فما أكو شيء، الآية تفيد العموم. ما من شيء يعني كل شيء عند الله تبارك وتعالى أصله وخزائنه.
وهذا الذي تجدونه عندكم الذي أنزله الله تبارك وتعالى من كل شيء هو عبارة عن القدر المعلوم، إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. القرآن الكريم أيضا لا يستثنى عن هذه القاعدة، يعني القرآن الكريم أصله وأم الكتاب وأصل الكتاب هو لدى الله تبارك وتعالى، وصورة مصقرة من القرآن الكريم هو عندنا. لاحظوا أحبتي، يعني القرآن الكريم له مرتبتان في وجوده، وجود واحد لكن هذا الوجود له مرتبتان، مرتبة صاعدة لدى الله عند الله، ومرتبة نازلة لدى الناس وعند المؤمنين. مرتبة من القرآن الكريم أولى ومرتبة ثانية، هذا الكلام من القرآن نفسه، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وبنفس الوقت وإنه في أم الكتاب وين لديكم؟ لا لدينا لعلي حكيم. القرآن الكريم يقول بأن القرآن هو عندكم جاء في عالم الألفاظ وفي عالم التدوين، الله تبارك وتعالى ألبسه لباس العربية المبينة، فعند ذلك لما تقرؤوه تعقلون وتهتدون. بنفس الوقت وإنه في أم الكتاب، كلمة الأم هي عبارة عن الأصل، القرآن الكريم يقول أم الكتاب وأصل الكتاب هو لدى الله جل وعلا. لدينا لعلي يعني في مرتبة عالية وليس في مرتبة دانية في الدنيا، لعلي حكيم. أنت تلاحظ هذا إلى شواهد كثيرة في القرآن أيها المؤمنون. أنت مرة القرآن يشير إلى نفسه بالإشارة البعيدة ومرة بالإشارة القريبة، كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. زين ذلك إشارة للبعيد لو للقريب؟ إشارة للبعيد. ومرة يشير القرآن إلى القرآن بنفسه بإشارة قريبة، بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. مرة يقول هذا للإشارة القريبة في اللغة العربية وليس للبعيدة، فلماذا مرة يشير للقريبة ومرة يشير بالإشارة البعيدة؟ هذا لمن يشير بالإشارة البعيدة يعقب بعدها بالإيمان بالغيب. لاحظ ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤكد القرآن على الجانب الغيبي لذلك الكتاب الذي هو لدى الله وعند الله في مرتبة عالية لعلي حكيم. ولكن لما يتحدث إلى هذا القرآن يعقب بعدها قضية الهداية، لأن هذا القرآن الكريم لما تقرأه أنت هو فيه الهداية وفيه العقلانية لعلكم تعقلون. فالقرآن الكريم فيه مرتبة عالية، ونفس القرآن يشير هذه الآيات دققوا فيها، بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة وين؟ مرفوعة مطهرة بأيدي كرام بررة. هذا القرآن الكريم الذي ألبسه الله تعالى لباس العربية المبينة تحمله صدور المؤمنين. وأما ذلك الكتاب الذي لدى الله ذاك في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي كرام بررة، يعني بأيدي الملائكة. لذلك تلك الحقيقة العالية من القرآن الكريم راح تتجلى أيها الأحبة يوم القيامة. القرآن يقول يوم يأتي تأويله، يوم القيامة تأويل القرآن راح يأتي. شنو معنى التأويل؟ التأويل مأخوذ من كلمة الأول، والأول هو عبارة عن العود إلى الحقيقة، يعني حقيقة القرآن سوف تتجلى يوم القيامة بتلك المرتبة الصاعدة العالية. زين هذه المرتبة العالية من الذي يصل إليها؟ من الذي يمسها؟ الآن نريد نتعرف. القرآن هو بنفسه، كل هذا الكلام في القرآن الكريم أيها الأحبة كله من القرآن. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ما يعلم تأويله، ها مو تفسيره، شنو تأويله؟ مو يقول يوم يأتي تأويله يعني حقيقته تأتي يوم القيامة، بنفس الوقت يقول لا يعرف حقيقة القرآن الكريم إلا الله وبعد
والراسخون في العلم، ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. التأويل هو حقيقة القرآن، لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى والراسخون في العلم. الآن نريد نتعرف على الراسخون في العلم، من هم؟ من هم الراسخون في العلم؟ دققوا معي يا أحبابي. المصداق الأول والأتم والأبرز للراسخون في العلم القرآن، مو يقول لدينا لعلي حكيم، يعني المفروض هذا اللي يكون من الراسخون في العلم يصل إلى مقام لدى الله جل وعلا. زين، من هذا الذي وصل إلى مقام لدى الله في مرتبة عالية؟ ذاك الذي يعبر عنه القرآن الكريم ويقول دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. إذا القرآن ذاك في مرتبة لدى الله لدينا لعلي حكيم، الذي وصل إلى مقام لدى الله هو الذي تكلم عنه القرآن دنا فتدلى، وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. لذلك القرآن الكريم يخاطب النبي، شو يقول له؟ يقول له وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. أنت تلقى القرآن من وين يا رسول الله؟ من عالم اللدن، من لدى الله، من لدينا. فالمصداق الأول للراسخون في العلم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المصداق الثاني اللي يأتي في المرتبة الثانية من الراسخون في العلم، من هم؟ دققوا أحبابي، أيضا في القرآن أشار إليهم، قال بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الآية تقول في كتاب مكنون، وهذا لما يقول مكنون، المكنون يعني المستور، الجانب المستور وحقيقة القرآن لا يصل إليها ولا يمسها إلا منه المطهرون. هسه كحكم ظاهري لأن القرآن كما يقول الإمام الباقر عليه السلام الجابر، يقول له يا جابر إن للقرآن ظهر وللظهر ظهر وله بطن وللبطن بطن. زين، هاي الظواهر والبواطن في القرآن، أنت لما تعطي هاي الآية للفقيه يقول لك المستفاد منها هو أن المؤمن المكلف إذا أراد أن يلامس كلمة القرآن الكريم لا يجوز له إلا أن يكون على طهر وطهارة. لكن تفسير الآية في حقيقتها شنو؟ قال القرآن اللي هو في كتاب مكنون، يعني المستور في لدى الله ولدينا، هذا ما واحد يوصل إليه إلا المطهرون. ثم الآية استخدمت لا يمسه، مو لا يلمسه، وهنا المقصود المس الباطني والظاهري على وجه العموم والإطلاق. فإذا القرآن يقول المصداق الثاني من الراسخون في العلم هم المطهرون. زين، أنا أسألك من هم المطهرون؟ المطهرون الذين يصلون إلى حقيقة القرآن وهم المصداق الثاني للراسخون في العلم، هم الذين تحدثت عنهم سيدة النساء فاطمة الزهراء عليه السلام عندما قالت، إذا تعرفون الكلمات رددوها معي، عندما قالت الزهراء عليه السلام فلما اكتملنا جميعا وين؟ تحت الكساء. صار أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم ودمهم يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم وولي لمن والاهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك وغفرانك ورضوانك ورحمتك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم. الزهراء عليه السلام تقول فأوحى الله تعالى إلى ملائكته، البارحة قلنا بأن الزهراء هي ثمرة المعراج والإسراء من الجنة الحوراء الإنسية التي تطلع ولها الهيمنة على جميع العوالم وجميع السماوات، فالكلام في السماء الزهراء تحدث عنه. أوحى الله إلى ملائكتي، أي يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا شمسا مضيئة ولا قمرا منيرا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت
فقال الأمين جبرائيل: يا ربي، ومن تحت الكساء؟ فقال: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. هبط الأمين جبرائيل، قال: يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئكم السلام ويخصكم بالتحية والإكرام ويوحي إليكم، يا هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، فيقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية ضمها إلى تلك، ذيك الآية تقول لا يمسه إلا المطهرون، والزهراء عليه السلام تقول المطهرون الذين يصلون إلى حقيقة القرآن الكريم في عالم لدينا، الذين وصلوا إلى حقيقة القرآن الكريم وهو المصداق البارز للراسخون في العلم، هم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهم آل محمد عليهم السلام. فإذن أهل البيت عليهم السلام أعطوا حقيقة القرآن الكريم. لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنهما لن يفترقا؟ هذا عدم الافتراق ذاتي، والذي حقق لنا هذه الرواية أعظم من حققها وفسرها هو سيدنا مولانا سيد الشهداء الحسين عليه السلام، عندما كان رأسه على الرمح ويتلو القرآن: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الحسين بيّن لنا أن القرآن لن يفترق عن أهل البيت، لا فقط في مستوى كلامهم ولا على مستوى علمهم فقط، وليس فقط على مستوى أرواحهم وأجسادهم، بل حتى الرأس المفصول عن جسده لا يفترق عنه القرآن منهم أبدا. الآن عرفنا بأن العلوم للقرآن الكريم مستودعة في أهل البيت عليهم السلام. النقطة الثالثة أيها الأحبة، بارك الله بكم، قلنا المصداق الأول في المرتبة الأولى من آية التطهير والمرتبة الأولى من الراسخون في العلم هو سيدنا رسول الله، لذلك الروايات أكدت على أن أهل البيت يتلقون علومهم من رسول الله بعد القرآن الكريم. يعني رسول الله هو الواسطة بين الحقيقة القرآنية وبين أهل البيت. هذا الآن دققوا فيه. في رواية هي صحيحة زرارة يقول: سمعت الإمام أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول: لولا أننا نزداد لنفدنا. هذه رواية الإمام الباقر عليه السلام يقول إحنا نزداد علوم، لولا أننا نزداد لنفدنا. زرارة يقول: قلت لسيدي يا أبا جعفر، أو هل تزدادون شيئا وتعلمون شيئا لا يعلمه رسول الله؟ لأن أنت الإمام الباقر عليه السلام حي وجدك رسول الله ميت، يعني الآن أنت تزداد من العلم ما لا يعلمه رسول الله؟ فقال الإمام الباقر عليه السلام: أما أنه إذا كان ذلك، لاحظ، عرض على رسول الله ثم بعد رسول الله على الأئمة ثم ينتهي الأمر إلينا. يعني أول ما يبتدئ العلم برسول الله ثم ينتهي لأهل البيت. ولذلك تجد رواية عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام في الكافي، رواية صحيحة السند، رواية عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام يقول: ليس يخرج شيء من عند الله تبارك وتعالى حتى يبدأ برسول الله ثم بعلي عليه السلام حتى لا يكون آخرنا أعلم من أولنا. الإمام الصادق عليه السلام يقول: يخرج العلم من الله تعالى أول ما يبدأ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية الحارث بن المغيرة يقول: سألت الإمام الصادق عليه السلام، قلت له: سيدي، أخبرني عن علم عالمكم. فقال: علومنا وراثة من جدنا محمد صلى الله عليه وآله. فأنت لا تستغرب لما الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح من كل باب 1000 باب، فذلك 1000 1000 باب، حتى علمت علم البلايا والمنايا وفصل الخطاب. من وين؟ من رسول الله. وأعطيكم رواية أخرى تدل على هذا المضمون،
رواية في الكافي الشريف عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام يقول: جاء حبر عالم كبير من اليهود من أحبار اليهود لأمير المؤمنين عليه السلام، قال: يا علي، متى كان ربك؟ سؤال توحيدي، يعني الله تبارك وتعالى متى وجد؟ فقال الإمام عليه السلام: ثكلتك أمك، متى لم يكن ربي حتى تقول متى كان؟ أساسا الله تبارك وتعالى خالق المتى والكان، خالق الزمان والمكان، فلا يقال ولا يصدق عليه أنه متى وجد ومتى كان. كان ربي قبل القبل بلا قبل، وبعد البعد بلا بعد، فلا غاية ولا منتهى لغايته، وقد انقطعت الغايات عنده فهو منتهى كل غاية. استغرب هذا كبير اليهود من جواب أمير المؤمنين، قال: يا علي، النبي مرسل أنت؟ شنو هذا الجواب اللي ما استوعبيته؟ كلام عظيم. فقال: ويلك، إنما أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. هذه الروايات بمجموعها مع قرينة القرآن الكريم اللي جعلت النبي المصداق البارز للراسخون في العلم وآية التطهير، تدل على أن علوم أهل البيت منين؟ من رسول الله. وأما حصيلة منبرنا أحبتي والنتيجة، بالبداية احنا قلنا حديث الإمام العسكري عليه السلام الذي يقول فيه الإمام عليه السلام: نحن حجج الله على خلقه وعباده، وأمنا فاطمة حجة الله علينا. زين، هذه الحجية الآن نريد نفسرها. أي الزهراء عليه السلام التي هي من مصادق الراسخون في العلم وآية التطهير، هم فاطمة وأبوها، بل جعلت الزهراء عليه السلام المدار في آية التطهير. فاطمة الزهراء هي مستودع علوم أهل البيت عندها، فهي الواسطة الثانية بين الحقيقة القرآنية وبين أهل البيت في علومهم، وهذا في الروايات. لاحظوا معي يا حبتي، الرواية في تفسير فرات الكوفي، تفسير فرات الكوفي عن مولانا الصادق في تأويل سورة القدر، خذوا هذه الحصيلة للمنبر كلها بأجمعها. الإمام في تأويل، قلنا بالبداية التأويل هو حقيقة القرآن وليس تفسيره وشرح مفرداته، التأويل لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، فما إن اجتهدت العقول لا تصل إلى التأويل، التأويل فقط من أهل البيت عليهم السلام. خلاص، الإمام يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر. لاحظوا، يريد يأولها يعني يبين حقيقتها. قال: ليلة القدر هي فاطمة الزهراء عليه السلام. دققوا معي يا أحبابي، إنا أنزلناه، هذا الهاء ضمير، الضمير في اللغة العربية يحتاج إلى مرجع ضمير. إنا أنزلناه أي أنزلنا القرآن الذي هو مستودع العلوم كما مر عليكم في الآيات المباركة. أنزلناه في ليلة القدر، يعني أنزلناه في فاطمة الزهراء عليها السلام، فصارت الزهراء هي مستودع علوم القرآن الكريم، والقدر هو الله تبارك وتعالى. يقول الإمام: فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر، وسميت فاطمة بفاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، فطموا يعني قطعوا عن معرفتها، دونهم خرط القتاد. ما يمكن تعرفون الزهراء لولا أن مولانا الإمام الصادق عليه السلام يبين لنا هذه الحقائق. الإمام يقول: الزهراء عليه السلام سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، وهي حقيقة ليلة القدر. لماذا؟ لأن ليلة القدر هي عبارة عن مستودع العلوم، ومستودع العلوم هي الزهراء. لاحظوا معي إدامة الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام. قال: القدر، الليلة هي فاطمة، والقدر هو الله، وما أدراك ما ليلة القدر، يعني ما أدراك ما فاطمة الزهراء، لأن الزهراء هي حقيقة ليلة القدر، وسميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، فما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من شنو؟ ألف شهر. قال: يعني خير من ألف مؤمن، فإن الزهراء هي أم المؤمنين. كلمة الأم بمعنى الأصل، أصل الإيمان ومنبع الإيمان هو معرفة الزهراء عليه السلام، فإن الزهراء خير من ألف مؤمن لأنها أصل الإيمان. الزهراء عليه السلام هي أم الإيمان وأصله، أما نساؤه أمهاتهم هذا كحكم شرعي، وهو عبارة عن حرمة التزويج
بنساء النبي، ولكن حقيقة أم المؤمنين هي سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام. بعد لاحظوا معي، قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. قال الملائكة هم الملائكة المؤمنون الذين يحملون علوم آل محمد لفاطمة عليها السلام. اللهم صل. تنزل الملائكة أي الملائكة الذين يحملون علوم أهل البيت عليهم السلام لفاطمة بإذن ربهم سلام من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال أي حتى يخرج القائم من آل محمد. فهذه الرواية دلت على أن حقيقة العلوم لأهل البيت مستودعها في فاطمة الزهراء. لذلك أيها الأحبة، السر المستودع في فاطمة هو عبارة عن علوم أهل البيت عليهم السلام. هذا معنى أن الزهراء هي حجة الله على الحجج والحجة الكبرى سلام الله وصلواته عليها. فالإمام يقول هي حقيقة ليلة القدر، وهي أشارت إلى أنها ليلة. لماذا؟ لأن صبت عليها المصائب، تأتي يم قبر أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. المصائب لو صبت على الأيام صارت ليالي، فصبت على الزهراء صارت ليلة القدر. الزهراء عليه السلام هي حقيقة ليلة القدر، وهي ذلك النور الذي يحضر في قبر الإنسان المؤمن الموالي لها. وتعرف إذا أحببت أن تتقرب إلى الزهراء عليه السلام بمن تتقرب إليها؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول ما من عين أحب إلى الله من عين بكت على مصاب أبي عبد الله، وما من باكي يبكيه إلا وصل فاطمة عليها السلام وأسعدها على مصابه ووصل رسول الله. يعني التقرب إلى الزهراء والتقرب إلى رسول الله بمن؟ بالبكاء على الحسين عليه السلام. فأنت تنادي في زيارة عاشوراء تحاج الحسين عليه السلام، شو تقول له؟ تقول له يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة الزهراء وإلى الحسن وإليك بموالاتك بموالاة الحسين. أيها الأحبة أيها الأحباب، إحنا في حرم الحسين تلاحظون جنائز مولانا تروح وتجي تشيح المؤمنون، لأن عندنا إحنا المسلمين الجنازة ما تبقى على الأرض. شلون الحسين بقي 3 أيام على رمضاء كربلاء ماكو جنازة تبقى مولانا؟ هل الناس تنادي لا إله إلا الله؟ عمام الميت، إخوة الميت، أحباب أصدقاء جيران يشيعونه. وأما سيدي ومولاي الحسين عليه السلام، الشاعر يقول خيعون العمامة تشيل تابوته وعند أخوان تحضر لو حضر موته، يا يابا بس حسين ما واحد سمع صوته. خيعون العمامة تشيع القبرة وعند أخوان تبكي وتسجب العبرة، بس حسين ظل مرمي على الغبرة يا أبو، ظل مرمي على الغبرة. من الذي وصل إلى الحسين؟ يا أحباب يا مؤمنون التزايرين المخيم الحسيني، شكد أكو فاصل بين خيمة زينب عليها السلام ومصرع سيد الشهداء؟ لكن يقول الشاعر هذه المسافة وهذا الطريق ابتعد على زينب، ما عندها حيل حتى تركض وتوصل لأخيها الحسين. طلعت فازعة من في خدرها من راد الشمر يذبح عمرها، مسافة قليلة لكن عليها صارت الحومة بعيدة، تشوف الشمر والسيف بيده قاصد للحسين يحز وريده. الله اش عظم زينب صبرها،
لكن يا مؤمن أسألك سؤال، إذا الشمر يركض صوب الحسين وزينب، من اللي يوصل أول للحسين؟ ها أكيد الشمر، لأن زينب بعد ما عندها حيل حتى تركض، ما بيها زينب. سبقها الشمر لابن أمها وتدن، صعد ويلي على صدره وتثن. آه شلون ون حسين ون من شاف دفع اخته وشمرها، دفعها الشمير وعلى القاع طاحت. وآه شلون خوي حسين صاح حست روحه ويا حسين راحت، وبقطع النحار ينحز نحرها. أويل شلون ردت قاطع الياس من شافت عزيز أمها بلا راس، وين راحت؟ راحت للنهر تصرخ يا عباس. يا خو ينسلب من اختك خدرها. إذا رحت تزور أبو فاضل اذكرني هناك، واذكر لمن اجت زينب للعباس عليه السلام، شنو دار من كلام بين زينب وبين العباس سلام الله عليه؟ من المخيم ليش وحدك طالعة؟ من يردك وتشوف مقطعة؟ اش جابك بهالليل يم المشرعة؟ زينب اعتابلك لو قصدك تشوفيني. المن جاية زينب؟ قالت خويا جيت شوفتك يا كافلي، ورد خبرك خبر يا غيرة علي، الخيمة حرقوها وحرقوا محملي، وذكريات الهودج تبكيني. لاحظ ابو فاضل شنو قالها؟ يقلها مستحي وغطيت راسي بالعلم، من عباتك اشم دخان الخيم، بعيني خلي لا تطلعين السهايم. خويا ليش؟ ليش العباس ما يريد تطلع زينب السهم من عينه؟ خويا حتى وحدك لا تشوفك عيني. يا زينب مو متعود اشوفك لوحدك. تقل له في دول عيونك تروح عيوني، خاف تزعل لو قلت ضربوني. خويا جيت اراوي لك سواد متوني، وباكر عداكم نود تسبيني. يقلها اردن شديك وانتظر مني الجواب، يعني هسه سكينة نامت عترى. قالت ما ينشبع منا ما ينشبع منا، اثار الاخو ما ينشبع منا، خويا اظلمنا الزنا يا شمعتنا انطفت واظلمنا الزنا. لكنما الامر لله والعاقبه للمتقين. ان شاء الله صار بخدمتكم حجي. احبتي هواي اخوه من المؤمنين التمسون الدعاء لقضاء حوائجهم ولقضاء ديونهم، ومن اللي ما عنده ذريه الله يرزق الذريه، واللي حرموا عن زياره ابي عبد الله الحسين الله يرزقهم الزياره والتوفيق لخدمة السيد الشهداء، خاصة شفاء المرضى وقضاء حوائج جميع المؤمنين. نتلو هذه الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب إلهي بالميامين هداتي من بني هاشم، بمن صيرت جبريل لهم يا ذا العلا خادم،
بخير الخلق ختام النبيين أبي القاسم وبالهادي علي وحوراء النساء فاطم وبالمسموم والمقتول ظلما فلعن الظالم وبالسجاد والباقر والصادق والكاظم وبالمدفون في طوس علي وابنه العالم بحق العسكريين والمنتظر القائم. اللهم عجل في فرج مولانا يا الله، اجعلنا من أنصاره وأعوانه في غيبته وحضوره والمستشهدين بين يديه يا الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ولي وحافظ. لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا يا الله، ارزقنا زيارتهم في الدنيا ورؤيتهم وشفاعتهم في الآخرة والعقبى يا الله. إخوتي المؤمنين زوار الحسين عليه السلام من أوصونا بالدعاء، اقض اللهم حوائجهم، شاف اللهم مرضاهم، وفقهم لما تحب وترضى يا الله. ترحم اللهم على أمواتهم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى من مات على ولاية مولانا أمير المؤمنين وإلى خدمة أبي عبد الله سيد الشهداء، أخص بذلك المرحوم السيد جاسم الطويرجا وجميع خدمة أبي عبد الله الحسين. أمواتي أمواتكم نهدي إلى الكل والجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.